اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جَاهَدَكَ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تابِع سَبِيلَ مَن أنابَ إِلَيّ ثُمَّ pues إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ <متضين> مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم